بداية الشوط الثاني من مقابلة فريق حسني جبيسي ضد فريق فتح ويسلان المكناسي. فالنتيجة لحد الساعة تقدم فريق فتح ويسلان بهدف لصفر، تقدم فريق فتح ويسلان بهدف لصفر ضد فريق حسنية بن سليمان. لحد الساعة فهدف مقابل صفر لحد الساعة. فريق حسن يجلس سيمان في مواجهة فريق فتح ويسلان المكناسي. شوية صح كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، فريق حسنية بن سليمان في مواجهة فريق فتح ويسلان المكناسي، تقدم فريق فتح ويسلان بهدف لصفر. أثناء تسجيل الهدف الثاني متابعينا الكرام، فأثناء الهدف الثاني لفريق فتح ويسلان هدفين مقابل صفر. Thank you.
فريق فتح بستان متقدم بهدفين لصفر. لحد الساعة متابعينا الكرام، النتيجة لحد الساعة هدفين مقابل صفر، هدفين مقابل صفر، تقدم لفريق فتح بستان. Thank you.
Thank you.
Thank you.
يا ابني
نتيجة خويا 2-0 تقدم فريق فتحاء وإسلام 2-0 خليفة وتشال نبيل لحاسب 700 وتشال الشعب متخلي السبعة ونبيل شيل الشبكة على لا واحد شيل نبيل يلا بنبينا والشعب الشعب 90 100 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
ايوه عبد الله.
Thank you.
برافو خالد، برافو. يا شو خالد.
مشاهدي متابعي قناه شوف تي في بين فريق ويسلان المكنسه على فريق حسين في الاستماع بجوج 0.